والنهارده معانا منتج جديد من منتجات رقال، هو محضر الطعام. تعالوا نفتح ونتفرج عليه. وده بيقوم بمهام كتير جدا في المطبخ، بيجي بقدره 1000 واط، موتور نحاس وكل الادوات اللي هنستعملها في الفرم والخفق والعجن والتقطيع، ودول المطحنه وشفشق الخلاط اللي معاهم ضمان 10 سنين، وكمان الغطا المحكم اللي بتقدمه رافال، وسعه الخلاط 2 لتر والمطحنه اللي حرفيا ضد الكسر، وده المعروف عن حاجات رافال، وده الدورق اللي ضد الكسر وعليه ضمان 10 سنين. دول القطع الأساسية، وهقول لكم بقى بعض الحاجات اللي نقدر نعملها بمحضر طعام رافال. ودي حاجات عصارة البرتقال والليمون، وكمان شفرة السلاح اللي مصنوعة من الاستانلس الأصلي، شايفين شكلها الجميل. مصفة العصارة من البلاستيك ضد الكسر، والجزء الأساسي المهم معانا هو موتور المحضر، شكله جميل وفخم قوي، والفيشة بتاعته بسلكها القوي بيشغل سرعتين وسرعة النبضات. ويلا بينا نجرب ونختبر محضر طعام رافال. وأهم حاجة بالنسبة لي إنه يفرم اللحم، واللحم فيها نسبة دهون. واو، جميل جدا، فرم اللحم فرم محترم جدا، وكمان طالع فيها عرق يعني متماسكة، نقدر نشكلها براحتنا، وكمان مش مهرية ولا متفتفتة خالص، ودي بداية مشرفة. كمان الخضروات نزلت بكمية محترمة من الخضروات وسايبها سليمة زي ما انتوا شايفين، وهشوف شكل الفرم بتاعه، وكمان مش هنزل بولا نقطة مية علشان فعلا نشوف قدرة المحضر في فرم الخضروات. بصوا بقى الكلام الجميل ده، فرم الخضروات بالظبط دقيقة كانوا معايا بالشكل ده، بصراحة انجاز كبير. ويلا بينا نعمل احلى عصير برتقال فريش. وبسرعة جدا عمل معايا كمية العصير دي، والعصير معانا متصفي وبيور وتمام التمام، حاجة فريش نظيفة. وجربته كمان في تقطيع الخضروات لشرايح، في ثواني طلعت معايا الكوسة بالشكل الجميل ده، والجزر كمان نجربه. الله على الجمال بجد، ده شكلهم. وتعالوا نجرب المبشرة، وقلت لازم ابشر فيها حاجة مختلفة. بشرت بطاطا، بصوا ما بيقولش لا، بطاطا ماشي، جزر شغال، بطاطس ما يضرش، اللهم صل على النبي يعني، من غير حسد. وطالعين بقى مبشورين بشكلهم حلو جدا، يعني لو هنعمل شويه سلطه وعليهم الخضروات الحلوه دي هيدولنا شكل حلو قوي. اما عن البطاطس الشيبسي فانجز معايا في اقل من نص دقيقه، وطالعه رقيقه وجميله كده بصراحه، هيوفر عليكم وقت ومجهود كبير قوي. والجميل انهم ضد الكسر، يعني خامه وجوده وسعر احلى من بعض. هسيب لكم اللينك في اول تعليق علشان تسالوا عليها، حقيقه هتفيدكم جدا. وفي النهايه اكيد ما تنسوش اللايك الجميل والشير علشان الكل يستفيد. تحياتي ليكم.